صباح الخير عليكم جميعا. برنامجكم كلام من الاخر. في بداية البرنامج طبعا انا احب اشكر طبعا سيادة الرئيس، ربنا يخلي لينا الجيش الشرطة الشعب المؤمن المتقي الله اللي متابعنا دلوقتي، ورب نحوز على اعجابكم ونبقى على مدى ساعة ضيوف خفاف عليكم. ربنا يخليكم ويديكم الصحة جميعا. شكرا سيادة المحافظ اللي هو محمد الشريف، طبعا محافظتنا الاسكندرية واحنا صوت الاسكندرية، مديرية الشؤون الصحية مبادرة رد المعروف الدكتور علاء عثمان، دكتور رامي السيد، دكتورة دلال، دكتورة صابرين، مدام أشجان. مبادرة رد المعروف مبادرة لمساندة أهلنا من كبار السن اللي بنسميهم رواد الخبرة، إن شاء الله مساندتهم نفسيا وجسديا. مبادرة جميلة عملها المجتمع المدني في اسكندرية، مبادرة هاند ميد أليكس دي لمساعدة أهلنا من فنانين وفنانات الهاند ميد لخلق مجالات عمل إن شاء الله. وبنفكر سيادة اللواء طبعا محمد الشريف محافظنا جميل شارع الهاند ميد لإتاحة الفرصة إن هم إن شاء الله ربنا يكرمهم ويرزقهم ونفتح لهم مجالات لفنانين الهاند ميد اللي حقوقهم على راسنا، الناس الذين يعملون بصمت وصبر وشرف. ابني الإعلامي محمد أسعد، في البداية بشكر دينامو اسكندرية وأحد رواد العمل المجتمعي بمحافظة اسكندرية أمي الغالية الدكتورة دالية غبريال. حضرات السادة المشاهدين، أهلا وسهلا بكم معنا ولقاء يتجدد دائما وحلقة جديدة من برنامجكم كلام من الآخر. زي ما تعودنا معاكم من أول ما بدأنا ووعدناكم من أول ما بدأنا إن احنا من مهام عملنا في هذا البرنامج التصدي لقضايا الشباب. الشباب على رأس أولويات المهام المكلفين بها في البرنامج، وعشان كده مهتمين جدا 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 أسوة بسيادة الرئيس وجميع أعضاء الحكومة بقضايا الشباب. في البداية أنا بحب أنتهز هذه الفرصة الطيبة وأصبح على سيادة اللواء محمد الشريف محافظ اسكندرية النشيط اللي منذ توليه المسؤولية ومنذ اللحظات الأولى من توليه المسؤولية وهو متواجد معانا في الشارع في زيارات ميدانية في الشوارع العمومية وفي بعض الأجهزة التنفيذية في الدولة الخاصة بمديرية الصحة والتربية والتعليم والأحياء، وزيارات مستمرة وحركة نشيطة هو ونوابه. يعني بصراحة مجهود جميل جدا ومشرف إن سيادة اللواء محمد الشريف متواجد معانا في اسكندرية. مجهود ملحوظ، حركة ملحوظة، نشاط ملحوظ. نتمنى من الله عز وجل أن نحظى بالتوفيق خلال فترة توليه المسؤولية بمحافظة اسكندرية. هو ده المعهود فيه، هو طول عمره حتى من أيام ما كان مدير أمن هو رجل نشاط ورجل الشارع. ربنا يقويه ويديله الصحة ويخليه لاسكندرية. استكمالا لدور الريادة الشبابية واستكمالا للحلقة الماضية اللي احنا بدأنا فيها مع بعض وناقشنا فيها أهم القضايا الشبابية والمشاركات الشبابية في المجتمع المدني، وخدنا نموذج إيجابي لظاهرة شباب مصر. النهاردة برضو احنا في استمرارية للظواهر الخاصة بالشباب، بس يمكن احنا النهاردة يعني هنتناقش في ظاهرة تكاد تكون سلبية، وانا اخشى طبعا من المصطلحات اللفظيه ان انا اقول سلبيه، لان هي فعلا ظاهره سلبيه، ظاهره البلطجه. هذه الافه اللي انتشرت بين اوساط المجتمع المصري في الاونه الاخيره، وخصوصا بين فئه الشباب، وخاصه في الفئه العمريه ما بين 16 سنه وما بين 40 سنه اللي هي فئه الشباب. ودي طبعا حاجة ليها آثار سلبية كتيرة جدا وليها مخاطر كتيرة جدا، بتهدد الأمن القومي، بتهدد شبابنا، وبتهدد المستقبل اللي جاي علينا كله. عشان كده احنا النهاردة جايين نتكلم في هذه الظاهرة، وهنعمل مشاركات ما بين منظمات المجتمع المدني وما بين الشق القانوني وما بين منادتنا للجهات المسؤولة المنوط بيها التصدي لهذه الظاهرة، وهنبدأ حلقتنا على هذا الأساس. في البداية اسمحوا لي ان انا ارحب بضيوف الشرف عندنا في الحلقة النهاردة، وعلى رأسهم أستاذي الجليل الأستاذ أحمد الشافعي. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا أستاذ أحمد الشافعي، الكاتب الصحفي بمجلة اسكندرية وعضو اللجنة النقابية للعاملين بالصحافة والإعلام بمحافظة اسكندرية. أهلا بك أستاذ أحمد، شرفتنا. أهلا بك. الأخ والصديق الأستاذ سعيد علي عباس، الخبير المالي والاقتصادي وعضو المجلس الأعلى لحقوق الإنسان والناشط المجتمعي السكندري. أهلا بك أستاذ سعيد، شرفتنا. أهلا بك أستاذ محمد. أما لو تناولنا الشق القانوني طبعا اللي فيه الحسم والضبط والربط والتحذيرات والتنويهات عن كل ما يخص ظاهرة البلطجة من قريب أو من بعيد، سيادة المستشار القانوني الأستاذ أحمد راتب جلال المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة. أهلا بك يا أستاذ أحمد. أهلا بحضرتك أستاذ، شرفتني. هنبدأ بأستاذ أحمد الشافعي.
استاذ احمد، ظاهره البلطجه ظاهره بتهدد شبابنا، بتهدد مستقبل بلدنا، بتقضي على اي فعاليه ناجحه بادر بيها سياده رئيس الدوله الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعمه للدور المجتمعي والدور التنموي والدور التوعوي للشباب. من وجهه نظر حضرتك، لو هنتكلم على ظاهره البلطجه تفصيليا منذ بدايه العهد، منذ عهد الطفوله، حضرتك اب ومسؤول عن اسره، عايز حضرتك تكلمني عن النشأة التربوية للطفل والعوامل المؤثرة. مفيش حد فينا بيتولد كامل، مفيش حد فينا بيتولد ما عندوش مشاكل، مفيش حد فينا بيتولد جواه نوازع الخير والشر متحركة إلا بالعوامل النشأة الأسرية الأولية. عايز حضرتك تكلمني من هذا المنطلق، النشأة الأسرية للطفل. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أنا برحب بالسادة الضيوف، ونشكر طبعا الظروف اللي جمعتنا مع بعضنا على اساس ان احنا بنتكلم في موضوع مهم وخاص بمشاكلنا المهمه اللي اهم حاجه موجوده احنا موجودين فيها، الآفة اللي حصلت وموجودين فيها دلوقتي وعايزين نعالجها. هنعالجها ازاي؟ الاول نشوف بدايه خط السير بتاع المشكله دي. احنا عندنا انا كأب خاص بمشاكلي عندي، براجع وبتابع ولادي من بداية في بيته على التليفون المحمول، من ساعة ما بدأ التليفون ده دخل في وسط البيت الدنيا اتغيرت كتير. كنا الاول اقصى حاجة عندنا كان الجهاز صغير التلفزيون اللي هو الناشونال الصغير ده اقصى حاجة، القناة الاولى والقناة التانية. النهاردة احنا بنفتح التلفزيون بنلاقي فيه اكتر من 300-400 قناة. لما اجي اراقب ابني ابص الاقيه داخل في قنوات مش بتاعته، مش مجهز ليها ومش مؤهل ليها، بيبقى سريع التفعيل في عقله في اخلاقه، بيندمج مع المجتمع الخارجي مش بتاعنا احنا. هنا احنا مش قادرين نسيطر على الآفة دي. ليه؟ لان هي مفتوحة على الملأ دلوقتي من خلال التليفون، من خلال اللي بيحصل فيه والفيس والكلام ده. احنا مشاكل كتيرة ما كناش نتخيل انها نقع فيها في الوقت اللي احنا فيه. جرائم كتيرة حصلت ما كناش نتخيل انها تكون موجودة في مجتمعنا. حاجات كتيرة منها الخطف والاغتصاب والانتحار ده كل دي حاجات جديدة على مجتمعنا. نعم. احنا مجتمعنا ما فيهوش المصايب اللي بتحصل دي. من امتى احنا كان عندنا حد بينتحر؟ من امتى احنا كان عندنا حد بيخش يقتل والدته ولا يقتل ابوه عشان خاطر يلاقي من لمين يروح؟ بسبب ايه؟ من اللي بيشوفه في الافلام والمسلسلات الهمجيه اللي بتحصل لاولادنا وبتشردهم. كل ده اللي من التليفون ومن الافلام اللي هي ما فيش عليها رقابه. الافلام دي لازم نراجع نفسنا ونراقبها كويس، والمسلسلات دي نراقبها كويس، الفيس والحاجات اللي هي موجودة دي لازم نراقبها كويس، نشوف ايه اللي داخل في وسط ولادنا. على كل اب لازم يشوف ايه ابنه بيعمل ولا بنته بتعمل، لازم يراقبهم. التليفون ده خلاص دخلت البيت الساعة 8-9-10 اقفل ده خالص، ما سيبش ابني في اوضته لوحده وهو ماسك الموبايل وقاعد عمال انت بتعمل ايه؟ مبسوط ان ابني جنب مني، بس ابني جنب مني مش في سلام، ابني جنب مني في خطر. انا عندي هو بيعمل ايه؟ هو على اتصال بمين؟ ممكن يكون على اتصال بخلايا ارهابيه، على اتصال بحاجات، المهم حاجات مدمره. مش هنقوله ان هو على اتصال بحاجه كويسه، لا لا لا، هو عقله متشتت في حاجات تانية. حاجه تانية كمان، النهارده الولاد لما بيطلعوا ويشوفوا نفسهم بقى في المكسب السريع. النهارده الولد مش لاقي مصروفه كويس، فبيعمل ايه؟ ينزل يركب توك توك. ركب توك توك من هنا بقى هو النهارده بيرجع البيت معاه 200-300 جنيه، جاب منهم المخدرات بتاعته، جاب منهم مش عارف ايه بتاعه، دخل بقى يصرف على البيت، ولا بقى في سيطره من الاب ولا من الام. ليه؟ لان هو بقى النهارده بقى حاطط راسه براس ابوه وبقى كبير عيله، هو اللي بيصرف على البيت. النهارده لازم نراجع ونراقب كل الاخطاء اللي بتحصل دي ونعالجها. وعلاجها بسيط قوي ان شاء الله، يعني علاجها بسيط. استاذ احمد، قصد حضرتك تقول لي ان الموضوع متوقف، ان الانحراف عن المسار السليم للطفل منذ نشاته السلوكيات الاسره والظروف المجتمعيه المحيطه بيه اللي بتحوط بيه،
طب بالنسبة لبداية التعليم، بداية المرحلة التعليمية منذ أن يتم قبوله في المدرسة الابتدائية إلى الإعدادية، برضو أنا ملاحظ أن الطفل بيبقى مازال في سن الطفولة، مازال مش مدرك ما يدور حوله، لا لا ليس له ليس لديه الاستطاعة لتحديد مصيره أو لتحديد مستقبله بعد كده. الطفل في الابتدائي وفي الإعدادي ما بيبقاش عارف هو عايز إيه، بياخد قدوة ومثل أعلى المدرس بتاعه. نعم. بعد ما بياخد المدرس بتاعه بيشوف حد قريب منه بيتخذه قدوة ومثل أعلى. نعم. ليه إحنا لما كنا في ابتدائي أول نموذج احتزينا بيه وأول ما حد أخدنا حد قدوة ومثل أعلى لينا كان المدرس بتاعنا في الابتدائي، ده لما كنا زمان. وكنا لما بنعمل حاجة غلط أو بنيجي بيحصل لنا رسوب في مادة من المواد أو كده ما كناش بنخاف على مستقبلنا قد ما بنخاف من العلقة اللي هناخدها من والدي ووالدتي لما أرجع البيت تاني، كنت ببقى شايل هم الموضوع ده. وزعل المستر. إحنا دلوقتي بنتكلم في نقطة تانية، إحنا بنتكلم دلوقتي في انحراف عن المسار، عن السلوك الطبيعي، عن حد بيهدد الأمن العام، حد بيهدد الأمن القومي، حد بيهددني وبيهددك وبيهدد ملايين غيرنا. احنا بنتكلم عن طفل بينشأ في ظروف مجتمعية صعبة بتجبره عن الانحراف عن المسار السليم والسلوك القويم وبيتحول لبلطجي، بيبقى خطر على أهله، خطر على نفسه، خطر على قرايبه، خطر على جيرانه، وبالتالي بقى خطر على المجتمع. يعني احنا ريسنا حارب الارهاب وانتصر عليه، والارهاب ده كيان منظم وجاي بدعم من دول اخرى ومن مؤسسات اخرى. لما نقضي على الارهاب في سيناء وفي داخل مصر وفي داخل محافظات مصر ونتحر الارهاب لدرجه ان احنا دلوقتي الحمد لله رب العالمين بفضل الله بفضل تعافي الامن والسياسه الحكيمه اللي اتعامل بيها سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي في القضاء على الارهاب، والارهاب كان ليه خطوره بتهددنا على المستوى المحلي والمستوى الاقليمي والمستوى العالمي. طب ده احنا قضينا عليه، ما احنا ظاهره البلطجه لو ما قضيناش عليها وسيطرنا عليها ما هي ارهاب داخلي، ده ارهاب اقوى من الارهاب الخارجي واقوى من الارهاب المنظم. فحضرتك افدتنا بكلامك استاذ احمد، حضرتك كلمتنا عن سلوكيات الأسرة وعن الظروف المجتمعية وقلت إن هي العاملين دول من العوامل الأساسية اللي بتؤدي لانحراف النشأ منذ الصغر وانحرافه عن القوام السليم. بالنسبة للأستاذ سعيد عباس، حضرتك طبعا خبير مالي واقتصادي مريت بمرحلة التعليم الجامعي، ودي أنا في وجهة نظر الشخصية بعتبرها مرحلة الخطورة، مرحلة الانفتاحية بالنسبة للشاب مننا أو للفتاة مننا، بلوغ الشاب لسن الشباب ابتداء من سن 16 سنة لما بيبدأ يدخل مرحلة النضج أو بيبدأ يوصل لمرحلة النضج من حيث التوعية، من حيث طموحه هو عايز يكون إيه، من حيث استغلال الوسائل المتاحة ليه عشان يوصل لهدفه. هل ده من وجهة نظرك الشخصية عامل مؤثر من العوامل اللي ممكن تؤدي لانحراف الشاب عن المسار السليم وتحويله البلطجي؟ بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. اولا الشباب، مش هقول لك الشباب مفتقدين في حاجات كتير، هو اول حاجه ان الشاب ما خدش تحمل المسؤوليه من الصغر، ما عرفش يحدد هدف، ما عرفش يحدد وسيله. احنا اي حاجه بنديها للشباب بنعامل الشباب بدون ان احنا ما نعرفش ان الشباب ده فكره ايه، طموحه ايه، طاقته الداخليه ايه، مش بنطلعها غير لما بنكتشف موهبته ايه. فلما اكتشف الموهبه بتاعته لازم اثقلها، ما وده المتبع فندم في دول اوروبا. الشاب ما بيدخلش مرحله التعليم الجامعي بناء على تنسيق رغباته مكتب تنسيق، بيخش بمجرد اجتيازه امتحان القبول وامتحان القدرات والسمات الشخصيه المخصص لكل كليه. اكيد عشان كده النماذج بتنجح هناك، لما بكتشف الموهبه عند الشاب بيطلع كل الطاقات بتاعته، أول حاجة بيطلع الإنتاج، تاني حاجة بيطلع مصادر طاقة إيجابية للموجودين قدام منه، تالت حاجة بيطلع الطاقة الإيمانية الداخلية، رابع حاجة بيطلع الإحساس الداخلي بالنقاء، لأن دلوقتي إحنا شبابنا مستهدف. شباب مستهدف إزاي؟ طبعا طبعا الدكتورة داليا بسم الله ما شاء الله في مبادراتها كتيرة بتهتم بالشباب، الشباب بنهتم بيه قوليا ليس فعليا. طول ما انا ما بكتشفش موهبه الشباب عشان اطلع الطاقه بتاعته، طول ما هو مش هيديني اي انتاج، بل بالعكس هيروح لجزء من اجزاء البلطجه. ايه هي البلطجه اللي احنا عارفينها بالدوارج بتاعتها؟ اللي هو ده لفظ درج، او بمعنى اصح ده لغه من لغه تركيه جايه على جزئين، جزء البلط والجاي.
البلطه دي كان حاجه ايام العثمانيين على شكل البلطه اللي احنا بنشوفه اللي بيكسروا بيها ده، كانوا بيحاربوا بيها. جاي ينتقد، احنا حورنا الكلمه دي ان انا رايح ارهب اخوف اخد عشان اخد الماده، لكن انا ما اكتشفتش موهبته عشان يديني طاقه يديني انتاج يديني فعاليه. لاحظ ان احنا وصلنا لمرحله ان احنا بقينا مستهلكين عشان احنا ما وعيناش الشباب، ما فضلناش الشباب، مع ان الاداره الحكيمه والسياسه جاي على الشباب، بس احنا لسه ما اكتشفناش مواهب الشباب عشان ننميها. بس يا استاذ سعيد، حضرتك اثناء فتره دراستك في الكليه وقبلها في الثانويه العامه، يعني حضرتك مدى اهتمام الدوله بالطاقه الشبابيه كان ايه اثناء ما انت كنت في بدايه سن الشباب او بدايه دخولك سن الشباب؟ كان مدى اهتمام الدوله بيك واهتمام النظام الحاكم بيك كشاب؟ انا عايزك تقارنها لي بالسياسه العامه للاتجاه للشباب ودعم الشباب والخطط والمؤتمرات والمبادرات اللي فعلها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالشباب منذ توليه المسؤوليه منذ عام 2013. الشباب في الماضي بايام في الاحكام السابقه او في العهود السابقه او في المرحله اللي احنا عشنا فيها كان لنا هدف، فكنا احنا بنحدد هدفنا وبنسعى عليه. عشان انت كده بترجع للنقطه اللي اتكلم فيها الاستاذ احمد الشافعي، التربيه والمنشا، لان كل حاجه مش هتبقى على الدوله بس، كل حاجه مش هتبقى على الدوله بس، الاسره، المجتمع المدني، الدوله. لو الثلاثه ما اكتفتوش او الثلاثه ما اتحدوش مش هتديك انتاجيه، مش هتديك ظروف البيئه بتاعتك. انا لو ظروفي صعبه ولو عندي هدف، عندي تربيه، عندي دوره حقوق موجوده، عندي دوله، عندي مجتمع مدني، هوصل وهحقق هدفي وهبقى منتج وهعلي اقتصادي. بالعكس الاستاذ احمد بيه ذكر ان الطالب بيروح يسوق على التوك توك، التوك توك ده حرامي، دي ظاهرة سيئة أولاً ولا بيدفع ضرائب، أولا ولا بيدفع ضرائب ولا بيدفع مؤسسة، وطبعا الطفل هو اللي سايقه، مفيش رقابة، حوادث، اختطاف، اغتصاب، حاجات ما تتخيلهاش. على فكرة بعد إذن حضرتك وبعد إذن حضرات السادة المشاهدين وبعد إذن جمهور مصر الحبيبة ومواطنين مصر الحبيبة، إحنا مش ضد العمل على توك توك او لا. مش ضد اتخاذ التوك توك كوسيله مواصلات، احنا ضد السلوك الخاطئ المتبع في هذه المهنه. يعني التوك توك ده اله بتنقل مواطنين من مكان لمكان، ليها ضوابط، ليها امن، ليها اجراءات معينه، ليها سن معين لكل من يستطيع قياده التوك توك ويشيل معاه او يحمل معاه مواطنين ينقلهم من مكان لمكان. ده امن وسلامه مواطن، ده هدف اسمى للدوله بمؤسسات الدوله. وبعد اذنك اتفضل. وبعدين سعادتك بقت وسيله لا يمكن الاستغناء عنها. اكيد طبعا، وخصوصا في الاماكن اللي ذات التكدس السكاني العالي، يعني خلاص كتر الزحمه والتكدس والكلام ده كله بقت هي اللي بتسهل. بس احنا عايزين نعالج نعالجها ازاي؟ لازم نشوف الاطفال دي، لازم نعالجها من الحاجات دي، مش اي حد هيتكلم. المعالجه حاجتين اتنين، من البدايه اللي انا همشي مع الطفل بالتربية السليمة وهشيله المسؤولية وخليك ليك مسؤولية في البيت، عشان لما يكبر مرحلة تانية يوصل ان المرحلة بتتناشى معاه، لان الدولة مش هتعمل حاجة كلها لوحدها. طبعا احنا لا نحمل الدولة ولا المجتمع المدني لوحده ولا الاسرة لوحدها، لازم التلاتة يكونوا مكتفدين، والتعاون واحد هو اللي بيدينا الانتاج السلم. احنا كنا بنتكلم على المرحلتين اللي جايين اللي احنا فيهم دلوقتي، ان الشباب بيلاقي حاجات كتير بس هو ما عندوش ميول للانفتاح اللي هو موجود للدوله، لانه كله ما بيفكرش اللي هو بيفكر في حاجه معينه، ما بيفكرش الهدف الدوله على ايه، لان في اشاعات، في اغراض، في سلبيات هي اللي بتدمر الشباب، بس مش متاح لها الفرصه اللي هي تحقق ان المبادرات بتاعت الرئيس عبد الفتاح السيسي، رؤساء الاحياء، المحافظين، مش متواجدين شباب حوالين منهم الا من رحم ربه. استاذ احمد بعد اذن حضرتك، حضرتك طبعا اختلطت طيله حياتك بمجالات عمل متعدده، وطبعا حصل عمليه ترقيه من مكان الى مكان الى مكان الى مكان. هل بيئة العمل نفسها
وممارسة العمل بالنسبة لشاب منذ بداية سن الشباب بالنسبة لحضرتك؟ أنا عايز أتخذ حضرتك كقدوة ومثل أعلى لينا. حضرتك بالنسبة للتطرق لمجال العمل والظروف الاجتماعية المحيطة بالعمل، هل دي من وجهة نظرك الشخصية هل دي تؤثر على سلوك الفرد؟ والله هو الفرد أهم حاجة يكون عنده استعداد اللي يبقى إنسان كويس، هيبقى كويس. الضعف والقوة من داخل كل إنسان، حتى لو هو موجود في بيئة ضعيفة ومريضة هو بيحاول ان هو يرتقي بنفسه هيوصل وهينجح. الموضوع انا مش حرمي كل حملي على الدولة ولا على رئيسي في العمل ولا على والدي ولا على، انا عندي استعداد من جوه مني ان ابقى كويس، هبقى كويس. انما النهاردة الشباب ثلاث ارباع الشباب النهاردة عنده انهيار داخلي مهزوم من جوه، فالشباب عايز حد يحتضنه في سبيل ان هو يوعيه. اول حاجة لدينه، دينه لازم يعرفه. هو النهاردة الشاب تعالى اقول له انت الايات القرآنية قدي ايه، او اذا كان مسلم اذا كان مسيحي قول له التوراة بيقول ايه والانجيل بيقول ايه، ما فيش حد فاهم حاجة، هو مش عارف هو بيقول ايه ولا دخله في الكلام اللي احنا بنتكلم فيه ده، هو بعيد عنه. هو اهم حاجة خد الملمين بتوعه اللي نزل جابهم على السريع وقعد بيهم على القهوة، قعد يشيش وقعد يتفرج على ماتش كورة. اهم حاجة النهاردة محمد صلاح هيلعب، يبقى النهاردة الدنيا وما فيها. لو والده مريض في المستشفى ومحتاج نقل دم يسيب أبوه عشان خاطر محمد صلاح النهاردة، لو في عنده جناية أستاذ محمد ما هي بتحمل المسؤولية. لا أنا بقول على حاجة، النهاردة في استهتار الشباب، النهاردة مستهتر مش قد المسؤولية. النهاردة الشباب عايز يتعمل له برنامج وعي كفاية، وعايز نظرة كويسة من الدولة للشباب. احنا سيادة رئيس مشكور على اللي هو بيعمله، احنا دلوقتي عايزين نسيب الحجر ونبص للبشر شويه. انا من رايي البشر محتاج وقف، الشباب محتاج وقفه. ليه؟ لان الشباب النهارده هو ده مخزون الدوله. النهارده مخزون الدوله مدمر، النهارده الشباب مدمره. لما يجي عندي النهارده عايز جيل جديد يطلع يروق ويظبط البلد هجيبه مين؟ يا مدمن يا حرامي يا المهم بقى مستهلك في الغلط، بقى مدمر، دمر نفسه قبل ما يدمر الدولة. مش عارف هو هيعمل ايه، هيروح يعمل ايه. اخر حاجة اقصى حاجة يقدر يعملها زي ما بقول لسعادتك ان هو بيفكر يكسب بسرعة ازاي. كويس ان هو ما باعش مخدرات يعني بس شربها ده، بس المرة الجاية هيبيعها. كويس النهاردة ما قلس على بنت، المرة الجاية هيغتصبها. كويس النهاردة سأ تكتب، المرة الجاية هيسرقه، لان هو بقى بيدور على الكسب السريع ومحدش بيقول له ده صح ولا ده غلط، مفيش حد بيراقبه. ليه؟ لان كمان ولي الامر في المناطق اللي احنا بنتكلم عليها المناطق العشوائيه دي بقى مغيب من المخدرات، واخد بالك؟ ده ما كانش الام كمان كذلك. فهي العمليه كلها اصل ومنبع الفساد اللي طالع منه الشباب هو البيت. البيت فيه اخطاء كتير، المنشأ. طب انا عايز اتكلم في نقطه تانية وانوه عنها برضو. يعني احنا كان معانا الحلقه اللي فاتت دي كان معانا احد النماذج الشبابيه المشرفه، بجد يعني انا اعتزيت بحلقتها، يعني اعتزيت بضيافتها جدا. وعلى فكره احنا يعني كنا في الاحقاب الزمنيه الماضيه فيما قبل عام 2011 احنا كنا لما بنيجي نتناول فكر الشباب او نيجي نتناول نشاط الشباب او نتطرق لقضايا الشباب كان الشباب اللي متصل بالمؤسسات التنفيذيه للدوله كان شباب معروف وضعه الاجتماعي او الوضع المعيشي كان ايه. لكن احنا دلوقتي لقينا ناس اصدقائنا وقرايبنا وجيراننا في الاماكن الشعبيه اللي احنا ساكنين فيها وفي الاماكن الراقيه اللي احنا بنتداول عليها وبنمر عليها، ولقينا شباب بيمثل مصر كلها في حوار مفتوح مع رئيس الجمهوريه. هو اكتر من كده دعم للشباب احنا عايزين ايه؟ احنا اي نعم احنا طماعين ومحتاجين المزيد من الدعم، المزيد من الدعم، وخصوصا للشباب لان الشباب هو الاساس للي جاي، هو عماد المستقبل، هم رجال الغد، هم من يتسلمون الراية في اي وقت كان. بس احنا برضو لازم نتكلم زي ما هنتكلم عن السلبية لازم نتكلم عن الايجابية. يا جماعة اول مرة تحصل في مصر شباب مصر من الصعيد ومن الفلاحين ومن اسكندريه ومن القاهره يقعد مع رئيس الدوله، دي حاجه احنا كنا بنشوفها في الافلام، يقعد يدير حوار مع رئيس الدوله، رئيس الدوله يوصل بيه المرحله انه يقلد القائد العام للقوات المسلحه في مدرج جامعه القاهره وسط جموع الشباب.
في اكتر من كده اعتراف بدور الشباب للدوله؟ فانا طبعا الحمد لله رب العالمين، يعني احنا يعني بنشهد بهذا العهد، بنشهد بالاوضاع اللي احنا شفناها، وبرضو لا ننسى السلبيات اللي حاصله دلوقتي. فاحنا طبعا بنتكلم برضو في نقطه اخيره، دور مؤسسات الدوله الرسميه والتنفيذيه. من وجهه نظر الاستاذ احمد الشافعي ككاتب صحفي وكنقابي، شايف حضرتك دور اللي المفروض تعمله مؤسسات الدوله او اللي تقوم بيه مؤسسات الدوله تجاه هذه الظاهره ايه؟ الوعي. الوعي والاعلام الكويس الذكي اللي هو يقدر يعالج المشكله دي بصوره كويسه، ما نكذبش على بعض، ما نضحكش على بعض، نقول الحقيقه. احنا عندنا في خسائر نقول في خسائر، صح، عندنا في سلبيات نقول في سلبيات. الدنيا مش كلها حلوه. الدنيا النهارده الشباب الجميل الحلو اللي بيطلع يتقابل مع سياده الرئيس مش هو ده شباب مصر كله، ده ممكن يكون 10% منه و80% منه. بس الموضوع متاح، الموضوع متاح للجميع، الموضوع متاح للجميع، الموضوع مش صعب. احنا عايزين بقى، عايزين القيادات اللي موجوده، اعضاء مجلس الشعب واعضاء ان شاء الله الفتره اللي جايه، يبتدوا يعملوا حركه كويسه، ويبتدوا يعملوا مبادرات كويسه زي الدكتوره داليا ما بتعمل نشاطات كتيره خاصه بالشباب، بوعي كتير خاص بيهم. عندنا في النقابات بتاعتنا بتعمل توعيه كويسه، والنهارده الرئيس يعني مشكور اللي هو بيعمله على المجهود اللي بيعمله. الراجل بيشتغل يعني هقول ايه، بس هو يعتبر لوحده شغال. احنا عايزين نساعده طبعا. احنا ايه اللي مطلوب مننا؟ ان احنا نساعده. احنا عايزين يدينا الاوامر احنا نقوم وننفذ، بس يبقى في ايدينا الصلاحيات ان احنا نشتغل بيها ان شاء الله. بنأمل في ذلك في الايام القادمه ان شاء الله باذن الله. احنا اتكلمنا في الشق المجتمعي وتناولنا الشق المجتمعي وعوامل النشأه وعوامل النشأه وعوامل التربيه وعوامل ومراحل التعليم المختلفه. فاضل بقى حاجه صغيره ما اتكلمناش فيها، ودي لازم ننوه عنها لحضرات الساده المشاهدين ولشباب مصر عموما. الراي القانوني او الشق القانوني او احكام قانون العقوبات او العقوبه للشاب او للمواطن عموما اللي بينحرف عن السلوك القويم وبيتجه للبلطجه. ف انا ما اقدرش اتكلم وما اقدرش افتي وما اقدرش اقول تحليل شخصي الا من خلال او في اطار سياق قانوني. وبيسعدنا النهارده الاستاذ احمد راتب جلال المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدوله. استاذ احمد، امتى اقول على المواطن انه بلطجي؟ هو القانون المصري رسم اطار معين للبلطجه. اسمح لي ان انا اتكلم بالعاميه عشان برضه طبعا احنا رساله بنوصلها للشارع، لازم تتكلم بالعاميه. المصطلحات القانونيه ساعات بتبقى تقيله شويه. لا، انا عايزك تتكلم بالعاميه، احنا بنكلم اهلنا وناسنا في الشارع. رسم اطار معين للبلطجه، لان جريمه البلطجه شديده الشبه بجريمه الضرب. لو قارنا البلطجه بالضرب هنلاقيها هي دي تعدي ودي تعدي. نعم. لكن هو رسمها في اطار معين. عشان اقول الاطار ده لازم اقول تعريف البلطجه الاول. اتفضل. البلطجه هي استعمال القوه او العنف او التلويح بايهما ضد المجني عليه. ان الشخص الجاني بيستعمل القوه او العنف ضد المجني عليه. ليه؟ بيستعمله ليه؟ عشان يرهبه ويبث الرعب في قلبه ويبث الخوف في قلبه. ايه السبب من كل ده؟ يا اما الحمله على شيء معين عشان يعمل حاجه معينه، او يمنعه ان هو يعمل حاجه معينه، او ان هو يبتزه ماليا، او يعرضه للخطر او للاذى، او يعرض ماله للاذى او للسلب. نعم. مش على شخص المجني عليه بس، جريمه البلطجه مش بتيجي على المجني عليه ده بس، ممكن تقع على الزوجه او الاولاد او الاصول او الفروع. الاصول او الفروع اللي هم الاولاد. نعم. يبقى جريمه البلطجه هنا ممكن تمتد لشخص المجني عليه او زوجه او اصوله او فروعه، عكس الضرب. نعم. الضرب هو الايذاء البدني. نعم. ان انا النهارده اقوم امسك استاذ احمد اتعدى عليه بالضرب واحدث بيه اصابه. طبعا دي استحاله استاذ احمد، بسم الله ما شاء الله. طبعا ربنا يديله الصحه ويديكم كلكم الصحه. دي استحاله. تمام. دي جريمه الضرب. لكن ممكن استاذ احمد لو انا معايا سلاح اهدده. نعم. تمام. ان انا اقول له ما تخشش الاستوديو. يعني كل من يقوم بترهيب مواطن من اجل استغلاله لغرض معين ده بلطجي. ده بلطجي. طب وفي حاجه ثانيه يا استاذ احمد؟ الارهاب بلطجه.
من الإرهاب بلطجة. عشان كده صدر قرار بإحالة جرائم البلطجة لأمن دولة عليا. البلطجة النهاردة أمن دولة عليا طوارئ. لا أنا قبل كده أستأذن حضرتك في حاجة. أحكام قانون العقوبات فيما يخص البلطجة إيه هي عقوبة البلطجي إيه؟ عقوبة البلطجي زي ما جت في المادة 375 و 375 مقرر من قانون العقوبات، إن البلطجي اللي بيستعمل القوة والعنف قبل المجني عليه إذا كان معهوش أداة بيتعاقب بمدة سنة على الأقل، سنة على الأقل مع وضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية للمدة المحكوم بيها، يعني أقل حاجة سنة، سنة مع النفاذ. النهاردة الحكم أقل حاجة سنة مع النفاذ مع وضعه مع مراقبة الشرطة مدة مساوية، يعني هو بيقضي السنة وسنة كاملة بيقضيها برضه في القسم، كل يوم يروح من الساعة 6 للساعة 7 الصبح يبات في القسم. ده إذا كان مفيش أداة. لكن لو كان في أداة أو مادة كاوية أو مادة غازية أو مادة مخدرة أو استعمل عصا أو سكين أو أي سلاح كان، أو استعمل كلب لأن انتشرت حكاية الكلاب في الشوارع، أو استعمل كلب، لو استعمل كلب معاه برضه العقوبة دي بتبقى أقل حاجة سنتين ووضعه مدة مساوية لمدة العقوبة تحت مراقبة الشرطة. تمام. وممكن العقوبة دي تعلى إذا اقترنت جنحة البلطجة بجرائم تانية زي الضرب أفضل موت. يعني قصدي حضرتك تقول لي إن البلطجة في نص القانون جنحة وليست جناية. هي في نص القانون جنحة لكن ممكن تتحول لجناية إذا كان معاها سلاح ناري. نعم. إذا استخدم في البلطجة سلاح ناري. نعم. تمام. والنهاردة القانون حط أمن الدولة. الأول كنا ممكن نعمل معارضة. كانت جنح عادية تنظر قدام القاضي الطبيعي. نعم. حولها من الجنح العادية لجنح أمن دولة طوارئ، برضه بتتنظر قدام القاضي الطبيعي واختلاف مسمى، ولكن الأول كنت ممكن أعمل معارضة واستئناف ومعارضة استئنافية، فالعملية بتطول، تفضل شايف أنت المتهم قدام منك. العملية ما أخدش حكم ناجز، ما أخدش حكم عادل وناجز وسريع، لا، هو موجود في الشارع قدام منك أو موجود في المحكمة لسه ما اتنفذش عليه. بيتم إخلاء سبيله من النيابة قدام منه تقاضي على درجتين. لسه قدام منه تقاضي على درجتين، لكن صدر قرار بإحالتها إلى هي وبعض الجرائم زي جرائم التجمهر وتعطيل المواصلات والتموين، الجرائم التموينية لخطورتها على أمن الدولة وخطورتها على المواطنين زيها زي الإرهاب الخارجي بالظبط، لأن ده إرهاب داخلي. نعم نعم. تم إحالتها إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، بمعنى إن بمجرد صدور الحكم المتهم بينفذ. نعم. ملوش أي طريق من طرق الطعن إلا طريق واحد فقط لا غير، هو التماس لرئيس الجمهورية. نعم. والحاجة الوحيدة اللي ممكن توقف الحكم ده هو إن رئيس الجمهورية إما يعيد المحاكمة أو يوقف التنفيذ أو يحفظ الأوراق أثناء التحقيقات، غير كده ملوش أي طرق للطعن. هيتحاكم البلطجي، هيتحاكم في ظل القانون الجديد. البلطجي أي حد تسول له نفسه الاعتداء على الغير من أجل استغلاله لغرض معين أو حصول على شيء خاص به بالإكراه هيتحاكم ولا هيعمل معارضة ولا هيعمل استئناف ولا ليه أي مراحل تقاضي. هيتحاكم وده اللي احنا عايزينه من أجل القضاء على البلطجة، من أجل الحفاظ على سلامة وأمن شبابنا المصري، لازم وتبقى أحكام رادعة. بالنسبة للسؤال الأخير اللي هسأله لحضراتكم كلكم في عجالة، التصور المجتمعي لكيفية وضع آلية ونظام رادع للتصدي للبلطجة من وجهة نظرك كمحامي، إزاي أقضي على البلطجة؟ أنا مش هتكلم فيها من وجهة نظري كمحامي لأن القانون، لا أنا عايز الشق القانوني، أنا معايا الشق المجتمعي. أنا ليا تعليق بس كده عايز أقوله، يعني الصراحة هو قانون أوفى جريمة البلطجة حقها. تمام. من ناحية تغليظ العقوبات، من ناحية أن العدالة أصبحت سريعة وناجزة. تمام. اللي ناقص فعلا بالنسبة لجريمة البلطجة إظهار القدوة للشباب، لأن زي ما حضرتك قلت من سن 15 لسن 40 أصبح الشاب من دولة كله عايز يبقى عبده موتة، الشاب من دولة كله عايز يبقى إبراهيم الأبيض. نقطة نتكلم فيها أستاذ أحمد، إيه وسائل الإعلام المختلفة؟ مفيش القدوة. يا ريت كل الشباب تقتدي بمحمد صلاح زي ما أستاذ أحمد الشافعي كان بيتكلم بالنسبة لمحمد صلاح. محمد صلاح قمة في التدين والأخلاق والوطنية. الحمد لله. إحنا في النهاية يعني بنشكر حضراتكم على هذه الاستضافة الكريمة وهذا الحضور الكريم طبعا، ونتمنى أن إحنا نكون قدمنا رسالة يتعظ بها الجميع ويستوعبها جميع شباب بلدنا. بنشكر الأستاذ أحمد الشافعي على حضوره الكريم معنا، نشكر الأستاذ سعيد عباس على حضوره الكريم، نشكر الأستاذ أحمد، شكرا أستاذ محمد، أمي الدكتورة داليا، يختم حضرتك بقى عشان عايزة بس كنت أنوه كمان إن الفساد
والارهاب زي ما قال الاستاذ سعيد وقلنا كلنا متفقين ان هو برضك نوع من الترهيب ومن البلطجه. وان شاء الله طبعا كل مؤسسات الدوله سواء القانون سواء الرقابه سواء النيابه اي فساد اي بلطجه اي تعدي على المواطن ده ان شاء الله. ممكن يعني برضك نقول كلمه في الاخر هي المشكله اللي في مصر مشكله واحده بس غياب الضمير. صحيح صحيح صحيح. ونزود لو احنا عندنا زياده انتماء للدوله ما فيش اي صعوبه ما فيش اي حاجه من دي تقدر. نشكر ضيوفنا الكرام وحفظ الله مصر وشباب مصر تحت قياده الحكيمه لرئيس مصر الرئيس عبد الفتاح السيسي وفي ظل شرطه مصر وفي جيش مصر. حفظ الله مصر حفظ الله مصر. لنا لقاء اخر باذن الله انتظرونا الاربع القادم باذن الله. ان شاء الله. شكرا.